السيدة أم حسن تتفضل. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حجة. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. طب أنا ممكن لو سمحت قبل لو سمحت بتاعت حضرتك إن أنت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ وطي التلفزيون. اتفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. اتفضلي يا ستي. السؤال الأولاني، أنا عندي ثلاث أولاد وبنت. الثلاث أولاد متجوزين ومخلفين كل واحد ثلاثة وعندهم ثانوية عامة وأعداد. فبساعدهم عشان الدخل بتاعهم قليل. طيب. هل ده يعتبر عطيه لان بنتي مش محتاجه فبتقولي لا لازم اخد زيه؟ طيب اجاوبك، ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني، انا حاطه فلوس في البنك عشان انا ما كنتش قادره اشتغل، فبعت المحل وحطيت الفلوس في البنك. ربنا يبارك. الفلوس بتاعتي دي حرام ان انا اكل بيها واشرب بيها واساعد ولادي بيها؟ طيب حاضر اجاوبك يا حاجه محاسب. في سؤال ثالث؟ انت الشيخ. في سؤال ثالث؟ لا شكرا يا سيدي. طيب يا ستي حاجة محاسب، اتصرفي فلوسك زي ما انت عايزه واللي انت بتعمليه ده صح، وبنتك مش ملهاش حق تقول لك انا عايز اخد زي اخواتي. ليه طيب؟ انت بتعطي الفلوس وفي معنى، ده باتفاق، ده جائز باتفاق المذاهب، ان انت لو ميزتي حد لمعنى فده جائز. عايزه تساعدي ابنك اللي هو عنده اعباء، وبعدين بنتك دي سواء هي في رعايتك او سواء هي بتشتغل أو سواء هي في رعاية زوج، هي مش من حقها تنظر إلى أموالك. يعني هي دلوقتي ليها ذمة مالية مستقلة وأنت ليكي ذمة مالية مستقلة، إشمعنى دلوقتي يعني حبكت إن هي تبص لمالك؟ تصرفي في مالك كيفما شئتي كيفما شئتي، وخاصة في الظرف اللي أنت بتحكيها حاجة محاسبة. الحاجة الثانية، إحنا اتفقنا على إن وضع إيداع المال في البنك ده من قبيل التمويل، وهذا حلال، وهذه أموال ينفع تحج منها وينفع تاكل منها وينفع تتصدق منها، ينفع تحطيها في المسجد، تنفع تعملي بيها كل ما تفعليه بالأموال الحلال الذي رزقك الله سبحانه وتعالى ووسع عليك بها. فافعلي في هذا المال ما تشائين، وربنا إن شاء الله يبارك لك ويجعلك دايما في صحة وإن شاء الله وفي سعة الرزق.